شد وجذب بين الكتل السياسية شهدتها أروقة البرلمان العراقي الذي فشل في تمرير التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات بسبب الاعتراض على بعض فقراته، وخاصة تلك التي تحدد طبيعة النظام الانتخابي للمرحلة المقبلة. رئيس اللجنة القانونية قالت إن الخلاف ليس في اللجنة القانونية وإنما في الكتل السياسية التي ترفضه. بصراحة المشكلة في المادة 15 و16 ليس في اللجنة القانونية، أو الخلاف ليس في اللجنة القانونية، الخلاف في الكتل السياسية. خلينا نكون صريحين، المشكلة الجانب السياسي في القانون الانتخابات وليس جانب القانوني أو الجانب الفني في التشريع القانون. أتصور بالنسبة للمادة 15 و16 يحتاج إلى توافق سياسي بين الكتل السياسية، خلي يتفقون بيناتهم على النظام السياسي، على النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، وبعدين أتصور نقدر نعبر لهاي الخلاف أو هاي المشكلة اللي نحن الآن بصدده في تشريع هذا القانون. ومن القضايا محل الخلاف داخل الكتل النيابية طريقة تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية، إذ يدعو طرف إلى جعل العراق دائرة انتخابية واحدة، في حين يقترح آخر تحديد الدوائر بعدد محافظات العراق. وهناك من يدعو إلى أن يكون القضاء جزء من محافظة دائرة انتخابية، بينما يدعو طرف آخر إلى تخصيص دائرة انتخابية لكل 100,000 نسمة بحسب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. يوجد جنبتين في هذه الجزئية، الأولى فنية والثانية سياسية. الطلب المقدم هو طلب بشكل واضح بجنب سياسي. الدوائر الانتخابية، البعض يتحدث عن ما هي الدائرة الانتخابية. النائب صباح السعدي قال إن المادتين 15 و16 هي التي يجب التوافق عليها، فهي روح القانون محل الخلاف، وتعنى بطبيعة توزيع المقاعد وكيفية احتساب الأصوات، متسائلا عن جدوى التصويت على غيرها. أهم قضية بعد إقرار قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو قانون انتخابات مجلس النواب، وأهم فقرتين في قانون مجلس النواب التي تحدد شكل الانتخابات هي المادة 15 والمادة 16. ما فائدة أن نصوت على كل المواد الباقية إذا لم نصوت على 15 و16 اللي هي طبيعة توزيع المقاعد وطبيعة كيفية احتساب المقاعد الفائزة؟ فبالتالي لا فائدة في أي تصويت على سابق في المواد اللي 14 أو المواد اللي تلحق المادة 15 و16. إذن حقيقة القانون هي في المادة 15 والمادة 16، إذا ما نصوت عليها ما نحتاج نصوت على باقي القانون. وقانون الانتخابات الجديد يعد بحسب محللين من أهم القوانين التي ينادي المحتجون بسنها بغية تحقيق الإصلاح السياسي الذي يطالبون به في احتجاجاتهم الشعبية السلمية المطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة ومحاربة الفساد وتحسين الوضع المعيشي المتردي.